كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اشتقت لكم كتير كتير. اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان رح نحكي شوي وندردش عن اشياء كتير كنتوا عم تسألوني اياها من فترة. انا سألتكم على الانستغرام انه شو في عندكم اسئلة بتخص الحمل والولادة، بعتولي اياهم وانا ان شاء الله رح احاول جاوب عن اغلب الاسئلة او الاسئلة المتكررة. بس قبل ما بلش الفيديو، اذا انتم عم تحضروني لاول مرة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وكمان عملوا لي فولو على حسابي على الانستغرام، لانه هنيك بتواصل معكم وبعرف شو الفيديوهات بتحبوا اعملها وهالقصص. قبل ما نبلش الفيديو انا رح احكي لكم عن تجربتي انا الشخصيه، لانه هذا الشيء بيختلف من انسان للتاني، كل حدا تجربته شكل. اول سؤال واللي اكثر شيء تكرر وكلكم سالتوه انه كيف ولدتي طبيعي ولا قيصريه؟ انا ولدت طبيعي بالمرتين مع ميلا وبيرلا، والحمد لله يعني بالمرتين انا بعتبر يعني ولادتي سهله نوعا ما. كل انسان عتبه الالم عنده مختلفه، فانا بجوز هذا الالم بالنسبه لي يكون كتير صعب بالنسبه لغيري او كتير اسهل بالنسبه لحدا تاني. بعد ما يمرق الوجع بحس انه خلص ما انه عدى وراح، معناتها سهل وبنساه وما بفكر فيه، فلذلك يعني تجربتي نفسيا بتكون سهله. اوكي، السؤال اللي بعده، هل كنتي خايفه من الولاده وهل الولاده الثانيه اسهل ولا أصعب؟ هلأ بصراحة بالولادة الأولى كنت كتير خايفة، بس الثانية بالعكس ما كنت خايفة، لأنه كنت بالثانية بعرف بشو مريت، فخلص يعني نفسيا كنت مجهزة حالي يعني. بس بالولادة الأولى ما بتصدقوا قدي الناس بتراعي بالحامل، وما بتراعي إنه الحامل كتير بتخاف وبتتوتر، والخوف عن جد بيأثر على البيبي. رعبوني بحملي بميلا لدرجة يعني بآخر شهر التاسع كنت ما نام من التفكير، وبالأخير كانت ولادتي سهلة وميسرة والحمد لله كل الأمور تمام، فحسيت حالي إنه فتت بحالة نفسية على الفاضي. فهلأ كتير كتير بتضايق من الناس اللي بتراعي بالحامل، لأنه كل إنسان تجربته شكل. وكمان بالمقابل أنا بحس إنه كل الأمهات بينسوا الألم، قبل ما تشوفي البيبي حتنسي كل شيء، يعني انه انت بترجعي على البيت ما معك بس الوجع، معك بيبي، فهذا البيبي بيشغل لك وقتك بطريقه ما بيكون عندك وقت انه تفكري انا بشو مريت او قديت وجعت. ما بعرف، انا هيك بالنسبه لي كانت تجربتي. اما بالنسبه هل الولاده الثانيه اسهل ولا اصعب؟ يعني كل وحده شكل، ما فيني اقول اسهل ولا اصعب، يعني كل وحده كانت تجربه مختلفه. شو شعورك انه ولدتي بالغربه وحدك وبدون اهلك؟ هلأ بصراحة شعور بشع كتير، أكيد كتير بشع ما بينوصف، يعني أي حدا بهيك لحظات بيتمنى تكون معه أمه وأهله ويساعدوه. كل الوقت كنت عم أدعي إنه الله هيك يسهل لي الولادة ويسرها، وإنتوا كمان كتير دعيتوا لي على فكرة، يعني مع إنه كتير ناس لما شافوا فلوج الولادة كتبوا لي نيالكم والمشافي عندكم كتير نظيفة والعناية رائعة ومدري شو، يعني صح مزبوط هذا الحكي، بس بالمقابل في ضريبة إنه أهلنا مو حوالينا، فهذا كان الجانب السلبي إنه لما تولدي بالغربة. كيف تجربتك مع الولادة في هولندا؟ هل هي مختلفة عن الدول العربية؟ هلأ بصراحة يعني ما عندي تجربة بالدول العربية، بس يعني بتوقع بكل مكان الولادة نفس الشيء. هون الفرق بيحاولوا قدر الإمكان إنك تولدي ولادة طبيعية، يعني هون ما فيك تختاري ولادة قيصرية هيك بمزاجك. أنا بعرف كتير بالدول العربية كان عندي رفقات هنن يختاروا قيصرية، هون بهولندا ما في هيك شيء، بيحاولوا قدر الإمكان تولدي طبيعي. حتى إذا خلصتي الشهر التاسع بخلوكي تنتظري أسبوعين، يعني بعد الأسبوع 40 تنتظري للأسبوع 42، إذا ما صار ولادة طبيعية ساعتها بيحاولوا يتدخلوا بتحريض او بقيصريه او اللي هو يعني حسب الحاله. كمان من الشغلات اللي ما حبيتها هون انه ما بيعملوا ايكو كتير، بيعملوا ايكو بس 3 مرات خلال الحمل كله، وهذا الشيء كان ينرفزني شوي، لانه بصراحه قبل ميلا كان عندي تجربه اجهاض، فبنظرهم انه الايكو بيأذي البيبي لذلك ما بيعملوا كتير، فهذا السبب بنظرهم. في شغله حلوه هون، إذا أنت خايفة أو متوترة من الولادة، في كورسات أو دورات بتسجلي عليهم لحتى تخفف من التوتر، مثل دورات تنفس بيعلموكي كيف تتنفسي بطريقة إنه ما تتوتري وقت الولادة. أنا بصراحة سجلت بحملي الأول، مو هلأ، سجلت دورة رياضة للحوامل، بس ما داومت كتير، ما التزمت، حسيتها كتير مملة كانت، لأنه كانت بتشبه اليوغا شوي يعني. كيف شعورك بعد ما صار عندك بنتين وهل بتندمي انه عمرهم قريب لبعض؟ بصراحة حاليا هي فترة صعبة اللي عم مر فيها، لانه عندي ولد بفيق بالليل كتير بيبكي، وميلا بتفيق من 6 الصبح بدها تلعب وهيك، فاتنيناتهم بدهم كتير اهتمام، فعم حس انه انا ما ضل عندي حياة، ما ضل هيك في وقت خاص، اللي صاير وقتي كله الهم. كان هاد خياري، انا بدي اخت او اخ لميلا كان، يعني انه مشان يلعبوا سوا، ما تكون ميلا هيك دوما وحيدة، خاصة عن جد لما تشوفوهم مبسوطين بتنسوا كل تعبكم. السؤال اللي بعده بيشبهه شوي، ليش اخترتي تجيبي ولدين ورا بعض؟
هلا اول شيء انا بحس هذا القرار شخصي ما فيه صح او غلط ابدا. انا وحسام صار لنا متزوجين من سنه 2015، يعني ضلينا 5 سنين بدون اولاد. بهالخمس سنين كنا عم ننتقل كتير ومو مستقرين، فكان خيارنا انه ما نجيب اطفال. فانه لما جينا على هولندا واستقرينا خلص حسينا صار الوقت المناسب انه نبلش عائله ونأسس عائله، فقررنا نجيب ميلا وبعدها اختها. وانا بصراحه بحب الاطفال يكونوا انه يربوا بنفس العمر، هيك بتمروا بهي مرحله البيبيات وانه ما عم بيناموا بالليل مره واحده. بيرلا بترضع طبيعي ولا صناعي؟ هلا بيرلا بترضع طبيعي، واكيد احسن شيء للبيبيات الطبيعي، بس انا دخلت لها صناعي. حكيت لكم مره من قبل انه اول ما ولدت كان وزنها كتير عم ينزل، فالدكتور انه نصحني ادخلها صناعي شوي. وبس حاليا بما انه رجع صار وزنه منيح وهيك، الصناعي تركته بس وقت بطلع من البيت اذا في يعني عندي ضيوف او كذا، بس اكيد الطبيعي هو احسن شيء. هل اخذتي ابرة الظهر وخبرينا عن تجربتك مع الولادة؟ هلا ابرة الظهر اخذتها بولادتي الاولى، كانت تجربتي معها ممتازة، يعني يمكن هي احسن اختراع بالعالم بالنسبة لي، لانه كنت يعني عبمر بألم فظيع، ووقت اخذت ابرة الظهر كل شيء اختفى. هي بتعمل مثل تخدير نصفي للجسم، فانا كانت تجربتي معها كتير منيحة. في ناس بيقولوا انه بتعمل وجع ظهر او في الى اعراض، بس انا بالنسبة لي ما صار معي اي اعراض وكتير كانت تجربتي معها منيحة. حتى ذلك بولادتي الثانية طلبتها وكنت رح اخدها، بس للأسف ما مشي الحال بولادتي الثانية لانه هي الى شروط معينة، فكان الوقت تأخر انه اخدها بولادتي الثانية، فعطوني نوع ثاني من المخدر. هون بهولندا في كتير انواع، يعني في ابرة الظهر اللي هي ايبيدورال اسمها، وفي مورفين، في غاز الضحك، بس يعني ابرة الظهر هي الوحيدة اللي انه خلص ما بقى بتحسوا بالالم ابدا. في وحدة عم تسأل عن سطل الحفاضات اللي صورتيه بالفيديو، هذا السؤال اجاني كذا مرة، واظن هي قصدها على فيديو الروتين الليلي اللي صورت لكم اياه من فترة. رح احط لكم اسمه هون، هو سطل من تومي توبي، بيجي معه كبسولات فيها رولات نايلون، هي بتلف وبتعزل روايح. هلا تجربتي معه كتير منيحة ورائع، بس مشكلته انه هاي الكبسولات اللي تبع الاكياس اللي بتتركب بقلبه غالية شوي، حق الكبسولة الوحدة 11 يورو، فانا بحاول جيبهم بالجملة ما جيب كبسولة وحدة بيصيروا ارخص، فاذا حابين تجيبوها انا يعني بصراحة ما بستغني عنها، كتير منيحة. هل عم تعاني من اكتئاب بعد الولادة؟ يس وهذا الشيء عن جد كتير طبيعي، اجباري بدك تمري مرحلة اكتئاب لانه بتحسي حياتك فجأة صارت مكرسة لهذا البيبي وانت بس عم تشتغلي له، بس هذا الشيء مؤقت وبيروح مع الوقت، لانه البيبي ما حيضل كل الوقت هيك في يبكي بالليل، يعني حيتحسن الوضع. اصلا لذلك شفتوني بلشت غير ديكور البيت، غيرت المطبخ ويمكن قص شعري كمان، فيمكن هذا كله تأثير اكتئاب بعد الولادة. فايه يعني ما فيني كذب عليك كيف بتمري بمرحلة اكتئاب، بس اكيد حسب كل شخص. كيف حافظتي على وزنك بالحمل؟ ما كتير سمنتي، انا حامل بالاسبوع 33 ووزني زايد. هلا بالحمل اكيد ما حتعملي حمية او دايت، يعني كنت اكل كل شيء اشتهي عليه، بس الفكرة وين انه كنت مثلا انه اشتهيت شوكولا ما بكتر، يعني انا بحب ما احرم حالي من شيء، بس كنت اكل باعتدال. انا برايي انه ابدا ما تقارني، لانه كمان في طبيعه جسم، في ناس عن جد بيسمنوا كثير على الحمل، ممكن هرمونات، ممكن كثير قصص. سؤالي عن البطن بعد الولاده كيف بيروح؟ انا ولدت من فتره ورجع وزني طبيعي بس بطني لسه. بحبك كثير، متابعتك من السعوديه. وانا بحبكم كثير كثير. هلا اول شيء بطن الولاده حسب تجربتي مع ميلا يعني اقل شيء بده 6 شهور ليروح على الاخير. كيف تعاملتي مع خطوط التمدد والكريمات يلي استعملتيها بفتره الحمل؟ هلا هذا الموضوع عملت لكم فيديو كامل عنه وقت كنت حامل، روحوا شوفوه بقناتي، وصورت لكم كل الكريمات اللي بيستخدمها مشان خطوط التمدد وبفتره حملي، فروحوا شوفوه فيديو كتير مفيد. بدي اسال عن ميلا، هل تغيرت شخصيتها بعد ولاده اختها؟ يمكن اذا بتتابعوا قناتنا العائليه بتعرفوا الجواب عن هالسؤال، كتير صار حكينا عنه يعني. فاجباري اول فتره يعني ميلا خلص حست في حدا جديد اجى على البيت وعم ياخذ كل الاهتمام، فكانت كتير فتره حساسه بالنسبه لميلا وقلنا، بس هلا الحمد لله يعني بلشت الامور ترجع لمجاريها وبلشنا نتعود وميلا تتعود على الوضع، فيعني الحمد لله احسن. انا حامل بالشهر 9 وكثير خايفه من الولاده، شو بتنصحيني؟ هلا اول شيء بنصحك انه ما تخافي وما تتوتري، لانه عن جد الخوف بياثر على البيبي. وانا في شغله كانوا الهولنديين دوما يقولوا لي اياها بحملي وكنت استغرب، يقولوا لي استمتعي بحملك، يعني بما معناه بالعربي انه استمتعي بحملك، وانا كنت اقول لحسام يعني كيف عم يقولوا لي استمتعي بحملك، انا كل الوقت دوخان وما
بقدر اتحرك، اخر شهر ما كنت عم بقدر امشي. بس بعد ما ولدت انت عن جد حسيت معهم حق، لانه هاي الفتره اللي مرت ما عاد تنعاد. بدك تشتاقي للبيبي ببطنك وكيف كان يتحرك، خصوصا لما تحسي انه هو هيك كان جزء منك وهلا هاي الفتره ما عاد تنعاد. قولي عن جد يا ريت استمتعت فيها وانه ما كنت نقوا هيك. فهاي كانت اغلب الاسئله المتكرره اللي سالتوني اياها. ان شاء الله اكون هيك قدمت لكم لو معلومه مفيده وحكيت لكم عن تجربتي. هلا ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين، وحسابي الانستغرام بتلاقوه دوما بصندوق الوصف. وهلا صار لازم ودعكم وقلكم بحبكم كثير كثير. باي.